الموجة الثانية. مرحبا. إذا نظرنا إلى الوضع الحالي الذي تمر به بلدان الربيع العربي والبلدان العربية بصفة عامة، فبطبيعة الحال نحن سنحبط، نحن سنكفر بالوضع الذي نحن عليه، نحن سنفقد الأمل، نحن لن نرى إلا هذا السرداب الطويل. ويعني فعلا يجب أن يكون هناك للإنسان قوة خارقة للعادة حتى يستطيع أن يتمسك بالأمل في هذه الظروف. كلكم تعرفون الوضع المأساوي في سوريا، حيث انقلبت هذه الثورة إلى حرب مدمرة، ولا واحد فينا كان يتصور أنها ستصل إلى هذا الدرجة من الوحشية. حرب أهلية أيضا في اليمن ولو أنها أقل حدة، حرب أهلية أيضا في ليبيا ولو أنها أقل حدة ولحسن الحظ. وبطبيعة الحال كلنا قلوبنا مع أخوتنا في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن، أملا في أن تنتهي هذه المحنة. المحنة أيضا كبيرة في مصر. من كان يتصور أن يعني هذا العدد الهائل من المساجين، هذا العدد الهائل من من المحكوم عليهم بالإعدام، من كان يتصور أن مصر ستقفز إلى الوراء هذه القفزة الجبارة إلى الوراء وتعود حتى إلى ما قبل مبارك؟ من كان يتصور أن الحريات التي اكتسبت في مصر ستفقد بهذه الكيفية؟ الوضع في تونس أيضا لا يبدو بهذه القتامة الموجودة في البلدان العربية الأخرى، ولكنه في الواقع النظام القديم عاد بطم طميمه، بأساليبه، بلغته. وهناك أيضا شعور عارم في تونس بأن الثورة هذه لم تأتي بأي شيء، أو بالعكس أنها زادت من متاعب الناس، حيث الوضع قاتم ومظلم. ومن الصعب جدا على أي إنسان مثلي أن يحافظ على الحد الأدنى من الروح المعنوية العالية، لأنك لا تصنع التاريخ بعقلية المنهزمين أو بروح المنهزمين. من يصنع التاريخ هو من يكون يعني داخله قوة جبارة تمكنه من المضي قدما في أصعب الظروف. إحنا من أين سنأتي بهذه القوة الجبارة التي تمكننا من القول أنه كل هذه المصائب الموجودة هي مجرد عثرة في الطريق، وأننا سننهض من هذه العثرة، وأننا سنواصل طريقنا إلى الأمام، سنحقق هذه المعجزات التي وعدتنا بها الحياة والتي لم نحققها إلى حد الآن. يعني حتى لا أتهم بأنني أحاول يعني بث هذه الروح المعنوية اللي أنا متشبع بها وأريد يعني أن أمررها إليكم، يعني حتى لا أتهم بأنه مجرد يعني كلام سياسي لا يريد أن يرى الواقع كما هو. أنا أدعوكم إلى تجربة فكرية تاريخية. أريدكم أن تتصوروا يعني كيف مؤرخ عربي اليوم ينظر إلى تاريخنا في هذه الفترة ويرى كل هذه الإخفاقات منذ 50 سنة. إخفاق يعني الوطنية، إخفاق النظم القومية، إخفاق النظم الاشتراكية، يعني كل ما جربناه إلى حد الآن منذ 50 سنة، حتى يعني الدول التي تحكمها أنظمة إسلامية، ثم يكتشف هذه الثورات ويكتشف مآلها، يقول هذه أمة لا خير يرجى منها، وهذه أمة فقدت يعني كل إمكانيات التواصل، وهذه أمة يعني محكوم عليها بالاندثار. لكن لنطلب من هذا المؤرخ العظيم أن يقول لنا، أن ينظر إلى تاريخ الصين مثلا من 1840 إلى 1940، وأن يركز بصره على هذه المرحلة التاريخية فقط. فماذا سيكتشف في هذا؟ سيكتشف يعني بلدا تحت الإقطاع، تحت الاحتلال، تحت الإذلال، فقر مدقع، حرب أهلية لا تبقي ولا تذر. وسيقول أن هذه الأمة الصينية هي أيضا أمة اندثرت أو بصدد الاندثار. يعني لا يمكن أن يتصور هذا المؤرخ عندما يكتفي بقراءة التاريخ من 1840 إلى 1940 أن يتصور أنه بإمكان هذا الشعب أن ينهض وأن يعطينا الصين الحديثة التي نعرفها الآن. نفس الشيء إذا طلبنا منه أن ينظر إلى تاريخ أوروبا مثلا ما بين
1914 إلى 1900 وخلينا نقول 45، فسيكتشف أيضا بلدا أو جملة من البلدان التي وصلت فيها الهمجية إلى درجة منقطعة النظير، إلى يعني هذه المحتشدات، معتقلات، الحروب التي أتت على أكثر من 40 مليون نسمة، سيرى الخراب، سيرى الدمار إلى آخره. هل بإمكانه إذا لو وقفت قراءته للتاريخ إلى هذه الحقبة، هل بإمكانه أن يتصور أن أوروبا ستصنع الاتحاد الأوروبي، ستصنع بلدان ديمقراطية؟ أبدا. بحيث الرؤية التاريخية يعني التي تبقى في حد معين ولا ترى التاريخ بمجمله، يعني هذه القراءة التاريخية اليوم لو سلطناها على الواقع العربي لقلنا هذه أمة يجب أن نغسل منها أيدينا، يجب أن نهاجر جميعا إلى ألمانيا ومش عارف، وننتهي من هذه أمة انتهت. لأنه فعلا عندما ننظر إلى حالة الدمار الموجودة في سوريا، في اليمن، عندما ننظر إلى هذه القفزة إلى الوراء التي حققتها بين ظفرين مصر، عندما نرى عودة النظام القديم في تونس بالوسائل الديمقراطية، بالوسائل الديمقراطية يعني عودة النظام، فإنك تقول هذه أمة يعني انتهى منها كل أمل. بالعكس، أنا أقول أنه كل هذه المحن والتجارب التي نمر بها هي نفس المحن والتجارب التي مرت بها الصين، التي مرت بها أوروبا، لأن هناك قانون للأسف الشديد أنه لا بد من مرحلة دمار، تدمير القديم، تدمير الأسس القديمة التي بنيت عليها هذه الشعوب، تدمير دول قديمة، تدمير إيديولوجيات، تدمير. وعلى هذا الدمار الذي للأسف الشديد لا نستطيع القفز فوقه يبنى الجديد. حيث يجب أن يفهم الشباب الذي أريد أن أتوجه إليه، هذا الشباب المحبط، هذا الشباب الذي لا يحلم إلا بالهروب من هذا الوطن، هذا الشباب أنا أريد منه أن يفهم هذه القصة التاريخية، أنه إحنا في مرحلة تدمير القديم. ما نراه اليوم هو تدمير القديم، ما نراه هو تدمير الدكتاتوريات، الدكتاتورية تدمر نفسها بنفسها، النظام الاقتصادي القديم يدمر نفسه بنفسه، لا محالة يدمر شعوبنا معه، لكن هو بنفسه بصدد التدمير. نحن نشاهد تدمير دول، تدمير يعني نماذج للتنمية، نحن نشاهد تدمير أنظمة سياسية، نحن نشاهد تدمير إيديولوجيات. هذا نحن نعيش هذه المرحلة من التدمير التي ستعقبها مرحلة البناء، بل أستطيع أن أقول أن مرحلة البناء بدأت من الآن، بدأت عبر أحلام، عبر أفكار، عبر يعني عبر هذا الشباب الذي اكتشف قوته ويعلم أنه يستطيع أن يأتي بما لم تستطعه الأوائل. يعني في هذه المرحلة التي نحن نعيش فيها الدمار، نحن نعيش الخلق والإبداع. أنا أريد في الحلقة المقبلة أن أفسر لكم كيف تعمل قوة التخريب والتدمير، وكيف أنها في الواقع هي التي تمهد لنا عملية البناء، وكيف أيضا هناك قوى بناء وخلق وإبداع، وكيف أننا سنستعمل قوى هذه الخلق والإبداع لنبني مجتمعات عربية جديدة، لنبني المستقبل. في الأخير أقول لكم ننتصر أو ننتصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموجة الثانية.